السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن التسريبات الجديده اللي توها طالعه، عن اجهزه ابل راح تنزلها السنه هذه 2020. كبدايه اول جهاز راح نتكلم عن الايبود تاتش. الايبود تاتش السنه اللي راحت جددته ابل، جددت قبل ما تلقي السوفت وير لاي او 13، قبل ما ينزل اي او 13، لان الايبود اللي قبله كان 6 تقريبا جنريشن وقفته ابل ما يدعم الاي او 13، فاضطرت قبلها بفتره انها تنزل ايبود جديد وتخلي عشان يدعم الاي او 13. فنزلت الايبود تاتش السنه اللي راحت يدعم الاي او 13. اوكي، ما في فرق بينه وبين اللي قبله، بالضبط نفس كل شيء، لكن المواصفات الداخليه خلت المعالج اللي فيه نفس معالج الايفون 7، ونزل على تقريبا 200 دولار قيمته، يبدا الى 300 او 400 دولار على حسب الذاكره اللي تبيها. لكن التسريب هذا اللي يجي لك الحين، الايبود الجديد اللي بينزل اللي هو الايبود تاتش نفس النوع هذا، راح يكون قيمته تقريبا 399.99، يعني ب 400 دولار قيمته قيمه الايفون 9 او الايفون الاس اي 2، نفس القيمه اللي على التسريبات اللي طلعت نفس القيمه. فاتوقع انه بيسوون فيه تغيير قوي اذا نفس القيمه، يعني كاميرات راح يدقون فيه. ابل ما مره دققت في الايبود تاتش في الكاميرات، لكن اذا كان كذا اتوقع ان ابل بتسوي شيء جديد في الكاميرات، او يمكن تاخذ الايفون 9 نفس المواصفات الداخليه حق الايفون 9 ككاميرات ككل شيء اذا نزل الايفون اس اي او الايفون 9 وتحطه في الايبود، او ان الايفون 9 ما راح يكون قيمته ب 400 دولار، راح يكون يمكن ب 450 الى 500 دولار يبدا سعره كذا، لان الايبود لازم يكون ارخص من الايفون 9. فما ادري، او يمكن التسريبات اصلا السعر اللي موجود في التسريبات ما راح يكون صح. فاهم شيء انه في ايبود جديد، الايبود تاتش. الايبود تاتش اللي بيتكلم عن شنو الايبود تاتش، هو الايبود تاتش نفسه نفس الايفون، لكن كاميرا اقل جوده. النظام اللي فيه هو نظام الايفون، فاي برنامج ينزل في الايفون، اي لعبه ينزل في الايفون ينزل فيه، في اي مسج، في فيس تايم، ايش اللي تبي فيه. نظام الايفون نفسه بالضبط، لكن كيف افسرها لكم؟ مثل الواتساب ما ينزل فيه، لان الواتساب برضه ما ينزل في الايباد. مش عيب ابل، عيب شركه الواتساب. واتساب ما تبي تنزل، طبعا بجيلي بريك تقدر تنزله، يشغل ببجي، يشغل فورتنايت، يشغل كل شيء، لكن بطاريته مش ديك القوه في البطاريه. فنشوف الايبود الجديد، يعني ايبود حلو بالنسبه لي، حجمه حلو، حجم الايفون 5، فحلو حق الاطفال، ممتاز. لكن نشوف الايبود تاتش الجديد ايش بتسوي فيه ابل. فخلصنا من الايبود تاتش، اتوقع اني جاوبت على كل التساؤلات اللي بتسالوني تحت. يشغل هذا الجهاز، يشغل في اي كلاود، في ملاحظات نفس ملاحظات الايفون، كل شيء نفس الايفون. تنزل اي برنامج في الايفون ينزل هنا، اذا نزل في جيل بريك في الايفون ينزل نفس النظام الايفون بالضبط. طيب ننتقل لكم للتسريبات الثانيه. ابل تي في اخيرا في تسريب حق الابل تي في. ابل تي في اخر ابل تي في نزل اللي هو ابل تي في 4K، نزل تقريبا في سبتمبر 2017. كان في نقله نوعيه بينه وبين الابل تي في 3 او ابل تي في 4، لكن هذا الجديد 4K يسمونه. في المروحه فيه، المعالج فيه صار اقوى، تقريبا يحطوا معالجات الايفون نفسه فيه، لكن بأداء افضل يكون. فابل لازم تنزل ابل تي في، يعني من السنه راحت توقعت ان ابل بتنزل، خصوصا ان هي الحين دخلت على الالعاب ونزلت في ابل تي في برضو الاركيد. فابل تي في 4K في فيديوهات كثيره له، انا عندي الابل تي في 4 العادي مش 4K، وال 4K في فيديوهات كثيره له انه ممتاز في الالعاب اللي نزلت في اللي هي الاركيد. لكن اتوقع ابل لازم تنزل برنامج اقوى عشان تدعم برضو حق الالعاب الجديده اللي نازله، تكون اقوى بكثير من الالعاب اللي موجوده الحين، فتفتح المجال للمطورين. فما اتوقع في اي شيء جديد في الابل تي في 4K اللي بينزلونه الا معالج اقوى. ما ادري هل يحطون معالج الايفون اللي موجود اللي هو الاي 13، او اذا نزلوا ايباد يحطون فيه اي 13 اكس في ابل تي في. اتوقع ان لو تسوي الحركه تحط الاي 13 اكس في الابل تي في، لان الفرق بين الابل تي في اصلا الاي 13 والاي 13 اكس اللي هو معالج الايفون ومعالج الايباد، ان معالج الرسوميات يكون افضل ويكون 8 نواة مش سداسي نفس الاي 13. فنشوف قدام، بس اذا كانت ابل بتتوجه للالعاب اتمنى تحط في الابل تي في يكون فيه الاي 13 اكس او الاي 14 اكس اذا بينزل على نهايه السنه، ما ادري. فهذه التسريبات كلها. الابل تي في ما سويت له شروحات كثيره، عن عندي الابل تي في 4 العادي مش 4K، حلو اذا كنت تبي تلعب فيه، حلو خصوصا اذا كان جهازك مش سمارت او التي في حقك ما بسمارت، فانك تقدر تحط ابل تي في تحول لك سمارت، تسوي ميرور حق الايفون وكل شيء. اتوقع انه في المستقبل اسوي فيديو له، بس الى الان ما فكرت فيه. فننتقل في اخر تسريب برضه لحق البانز، ان ابل بتنزل سيور لحق الابل واتش. فاذا كان الاخبار دي اللي كلها راح تنزل في نفس الوقت، فالابل كل سنه سيور الابل واتش تنزلها في السمر، تنزل سيور جديده لحق السمر، تصير يعني الوان صيفيه، ما ادري ايش الوان فاتحه والاشياء لحق الصيف. ف اذا كانوا كلهم ينزلون ديلي، لا يعني
كل التسريبات اللي طلعت دي بتنزل في نفس الوقت، فأبل يمكن في جون لأنه الحين مو بالسمر، فتوقع أن يمكن في جون راح تنزلهم كلهم في مؤتمر المطورين، فمؤتمر المطورين راح يكون مع الاي او اس 14، فيمكن تدربح ذيلي مع بعض يكون في أبل تي في جديد، آيبود تاتش جديد، لأن السنة راحت برضو الآيبود تاتش نزلته في الصيف في رمضان، لا بعد رمضان، بعد رمضان بكم من أسبوع تقريبا نزلته، ونزلت بدون مؤتمر بدون شيء، لأن نفس الشكل نفس كل شيء، بس قطت كذا آيبود تاتش جديد، لا في رمضان، في رمضان تقريبا، المهم إن السنة راحت كانت في الصيف، السنة راحت، بس هذا المؤتمر هذا خلينا نسوي مؤتمر في الثلاث دقائق دي، بس هذا التسريبات هذا كل شيء، فننتظر قدام ونشوف. أبل تي في جديد، آيبود تاتش ما أدري إيش بيسمونه، وش بيصير فيه المعالج، وش بيصير فيه كل شيء جديد، حلو لحق الأطفال، للألعاب أوكي كويس، فمعالج الآيفون 7 في آخر واحد، لكن الحين ممكن يحطون يعني لو أبل تشد حيلها شوي تنزل آخر معالج، خصوصا إذا كان سعره $400 آخر معالج يكون معالج الآيفون ممتاز بقوة، بس وسيور جديدة. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني فضل دعاكم، والسلام عليكم.